السلام عليكم. كونك طالب دراسات عليا في مجال الهندسة المدنية، فلا بد أنت في يوم من الأيام احتاجت إلى أحد المصادر المنشورة في إحدى الدوريات الصادرة عن معهد الخرسانة الأمريكي ACI. وكون هذه المصادر غير مجانية، فهذا قد يشكل عقبة في طريقك للوصول إلى هذه المصادر. وللتغلب على هذه العقبة، فإن معهد الخرسانة الأمريكي قد صدر نوع من أنواع العضوية للطلبة اللي يتمكنهم من الوصول المجاني إلى العديد من هذه المصادر. هذا النوع من العضوية اسمه عضوية الطلبة Students Membership، وأنت بإمكانك كطالب دراسات عليا أو حتى طالب دراسات أولية بإمكانك الانضمام وطلب العضوية، وراح تجيك موافقة على هالموضوع ضمن شروط راح نشوفها لاحقا. هذا النوع من العضوية يوفر لك وصول مجاني إلى أكثر من 200 تقرير ومواصفة وتقنية صادرة عن هذا المعهد. كذلك يوفر لك وصول مجاني إلكتروني لمجلات مثل Concrete International و ACI Journal, ACI Structural Journal و ACI Materials Journal الصادرة عن هذا المعهد بصورة دورية، وتوفر لك أيضا الوصول المجاني إلى أرشيف هذه المجلات للحصول على البحوث القديمة المنشورة فيها والسنوات السابقة. بالإضافة إلى هذا، الميزة الثانية الرئيسية هي أنه تعطيك تخفيض على العديد من المطبوعات الصادرة عن هذا المعهد بما ضمنها الكود المشهور كود الخرسانة ACI 318، وتوفر لك أيضا عضوية في اللجان التقنية، طبعا غير اللجان المسؤولة عن إعداد المواصفات، لكن توفر لك عضوية. هذه العضوية قد تفيدك في المستقبل في ضمن الكارير مالتك. شلون ممكن أنه نشترك في هذا النوع من العضوية؟ تعالوا خلينا نشوف. اوكي، هسه احنا حتى نسجل في عضوية الطلبة اللي تكلمنا عنها راح نسوي الآتي. اول شيء راح نروح للانترنت براوزر مالتنا، ومن عنده راح ندخل على موقع الـ ACI اللي هو اسمه concrete.org مثل ما تشوفوا امامكم. ومن الاعلى راح نروح على الممبرشيب ونختار student. اوكي، منها نختار هذا الاختيار اللي هو join today، وبعد انه راح ينقلنا الى صفحه جديده راح يسالنا انه نسوي ساين ان باستخدام اذا كان عندنا حساب، اذا اساسا كان عندنا حساب بالـ ACI ويب سايت. اذا ما كان عندنا فممكن انه نسوي حساب جديد، وهذا اللي راح اسويه يعني حتى اراويكم العمليه امامكم. فالبريفكس انا راح اختار مستر، وراح يكون فد اسم يعني اي اسم كان. انا راح اخذ محمد و اي هذه company name، اختار اسم الجامعة مالتك مثلا، خلينا نقول University of Babylon، والادرس هنا ندخل العنوان الاول، العنوان الشارع مالتها، فاعرف انه University of Babylon، خلينا نقول 101 نجف ستريت. الادرس 2 اذا كانت مثلا هاي رقم الشقه، اذا كان مثلا عماره وبها شقق. المدينه راح تكون هيلا، والبوستال كود هو 51001. بعدين تختار البلد اللي انت بيه، فراح نختار العراق، هذا موجود هنا امامكم مثل ما تشوفون. بعدها لازم نعرف هسه الstate of province إذا كانت موجودة، مثل ما نشوف هنا ما معرفين هم المحافظات اللي موجودة في العراق، فهذا ما يكون ضروري. دخل رقم تليفون +964770770770. هذا الرقم صحيح. بعدين دخل ايميل، خلي يكون هذا الايميل. وتسوي يوزر نيم، اليوزر نيم خلي يكون هذا، وتختار باسورد، تسوي له كونفيرميشن الباسورد مالتك، وتسوي ريجستريشن as a new customer. بعد ما تكمل هاي العملية خلينا نشوف ينقلنا للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها هو انه احنا نريد نكون members، فحتى نكون members هاي البيانات مالتنا راح يطلب من عندنا ايضا انه نحدث الاتي، انه نختار الجندر،
تاريخ الميلاد بداية بالشهر، خلينا نقول هذا من مواليد شهر الواحد، 1995 مثلا، حتى يظل عمره أقل من 28 سنة. ليش أقل من 28 سنة؟ لأنه أعتقد هنا مشروحة، لا مشروحة في مكان ثاني. إذا كان هذا العضو عمره أقل من 28 سنة فالمسألة أوكي، إذا كان عمره أكثر من 28 سنة بهالحالة هذه راح نحتاج إنه نسوي تجديد للاشتراك كل سنة مع ذكر اسم الأدفايزر المشرح على هذا الطالب. فأوكي هذا دخل المواليد. Province my state is not listed نختار. بعدين دخل رقم التليفون كان 770-770-0700. بعدين نجي لل school information، فنرجع نختار البلد. وتختار the state، راح مثل ما قلنا my state is not listed. بعدين the school name، احنا هنا اكو بس جامعة صلاح الدين ذاكريها ما اعرف شنو السبب، فانت تختار هذا الاختيار my school is not listed وتكتب اسم الجامعة مالتك. هاي الجامعة اللي اختاريناها احنا هي University of Babylon. زين the professor advisor دخل اسم اي استاذ، ف خلينا نشوف اي واحد، خلينا نقول مثلا دكتور هيثم الدعمي. ما اعرف اذا الاسم هاي كاتبه بصوره صحيحه او اخرى، مع احتراماتي الى استاذي العزيز دكتور هيثم الدعمي. هنا راح تدخل ايميل هذا الاستاذ مالتك، وتكتب هنا التاريخ المتوقع للتخرج. بعدين تذكر انت ايش تدرس، في حالتي هي سيفل انجينيرينج، وتذكر نوع الدرجه اللي راح تحصلها، يعني الشهاده اللي راح تحصلها بعد التخرج. فهي ممكن تكون مثلا هاي اللي يدرسون بالمعاهد، الباشلر ديجري نعرفها، والماسترز والدكتور، اور مالتيبل ديجريز اور تكنيكال تريد. فانا راح اختار مثلا ماسترز ديجري. مثل ما تشوفون هنا الرسوم هي مجانيه صفر. بعدها راح تضغط على كونتينيو، الكونتينيو مجرد راح يحولك الى صفحه ثانيه، وبهاي الصفحه راح تسوي سبمت للانفورميشن، وعلى اساسها راح يتم منحك العضويه المجانيه كطالب. على هالاساس هذا بامكانك انه تسوي اكسس للعديد من البيانات مثل ما ذكرنا سابقا. اتمنى لكم انه استفاديتم من هذا الفيديو، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات جديده. مع بالغ الشكر والتقدير الى استاذنا دكتور علي ناجي، رئيس معهد الفرع المعهد الأمريكي للخرسانة في العراق، ومع الشكر الدائم لهذا الفرع للدعم اللي قدمه حتى ننشر هذا الفيديو، وحتى نوصل هاي المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من طلابنا لكي يستفادوا من عدها في بحوثهم. كل التوفيق للجميع إن شاء الله. مع السلامة.